كيف يستثمر الشباب أوقاتهم وحياتهم الشيخ صالح؟ يستثمرون فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأنهم هم أساس المجتمع وهم العدة بعد الله سبحانه وتعالى للأمة، فيكونون أنفسهم تكوينا صحيحا. والحمد لله الآن مجالات التعليم مفتوحة، مجالات العمل مفتوحة، إذا كان عندهم كفاءة وعندهم شهادات فعليهم أنهم لا يتكاسلون ولا يميلون للبطالة ولا يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب، فإن هذا خسارة عليهم عاجلا وآجلا. نعم.